السلام عليكم شباب تالتة ثانوي، إن شاء الله هنكمل مع بعض حل أسئلة المعاصر. وصلنا لليسون 3 اللي هو الـ equivalent resistance. الدرس ده في الأول هتحس إن هو تقيل صعب، بس الأسئلة هتقف معاك وهتشوفها في الفيديو. لو جيت تحلها كمان أسبوع هتلاقي فكرتها في دماغك والموضوع هيبقى سهل. فالموضوع محتاج حل كتير يا ريس، وما تزهقش بسرعة. 3 resistor connected in parallel, one of them equal 1 ohm. ال equivalent resistance تبقى كام؟ يعني انت عندك 3 resistance اتوصلوا هما الثلاثة برل، واحدة فيهم كانت 1 ohm، يبقى اكيد ال equivalent resistance R total بتاعتهم اقل من الواحد ohm، لان احنا قلنا في البرل ال R equivalent اقل من اقل واحدة فيهم او اصغر من اصغر واحدة فيهم. 3 resistance 40 و 60 120 ال equivalent resistance لو توصلوا series، لو توصلوا series اعمل لهم بلس هيطلع الإجابة 220. لو توصلوا بارلل يبقى هنعمل طريقة 1 over 40 plus 1 over 60 plus 1 over 120. وما تنساش تعمل باور نيجاتيف 1 عشان الرقم يتشقلب، فتطلع لك الإجابة 20. Opposite figure present part of electric circuit which of the resistors whose removal from the circuit lead to يؤدي إلى increase الفاليو بتاعت الريزيستنس. مين فيهم اللي لو رميته يزود لي الار توتال؟ احنا عارفين ان البارلل دول هما اللي بيصغروا الريزيستنس، صح؟ فانا لو رميت ار 2 بقى ار 1 وار 3 وار 4 سيريز مع بعض، لو رميت ار 3 بقى ار 1 وار 2 وار 4 سيريز مع بعض. فاي واحده منهم صح اللي موجوده عندك انك ترمي ار 2، لو ار 3 موجوده برضو ارميها، بس مش الاثنين مع بعض، ده واحده فيهم بس. يو هاف 3 ريزيستنس كل واحده فيهم بثلاثه، الريزيستور كونكتد باربع طرق، يا كلهم بارلل يا كلهم سيريز، يا اتنين بارلل مع واحده سيريز، يا اتنين سيريز مع واحده بارلل. ميثود اوف كونكشن الايكوفالنت ريزيستنس بتاعتها 4.5. لا تعالى نحسبهم كلهم مع بعض بقى كده نشوف. دول 3 بارلل ويكوال، يبقى واحده على عددهم تطلع بواحد، ده هتعمل واحدة ملتبلاي عددهم هتطلع بتسعة. دول هيتعملوا واحدة على عددهم وهيتعملوا السيريز مع دي هتطلع لك الإجابة 4.5. دول هيتعملوا بلاس الأول هيطلع بستة، الستة مع التلاتة هيتعملوا ملتبلاي على بلاس هتطلع لك باتنين. يبقى أنا فيهم اللي طلعت بأربعة ونص سي، أنا طلعت باتنين دي، أنا طلعت بواحد ايه. عايز الايكوفالنت ريزيستنس، دول اعملهم بارلل، دول اعملهم بارلل، بعد كده ده مع ده مع ده سيريز. دول هعملهم بارلل ازاي؟ 1 اوفر 6، 1 اوفر 12، 1 اوفر 4، كل ده باور نيجاتيف 1 هيطلعوا ب 2 اوم. دول هيتعملوا ملتبلاي على بلس، يعني 30 ملتبلاي 15، 30 بلس 15 هيطلعوا ب 10. وما تنساش الفور، اعمل دول بلس هتطلع الاجابه 16. طب هنا الكرنت دخل كده اتقسم جزء هنا وجزء هنا، هنروح هنا هنلاقي اتقسم جزء كده وجزء كده، والجزئين دول اتجمعوا مع بعض، يبقى التلاتة والستة دول بارلل هيتعملوا ملتبلاي على بلس هيطلعوا باتنين. يبقى انا هشيل دول واحط اتنين، الفيفتين زي ما هي، الوان اللي فوق دي زي ما هي، وهشيل دول قلنا واحط تو. كرنت هيجي من هنا هيتقسم جزء كده والجزء هيمشي في الوان والتو، يعني الوان والتو مشي فيهم نفس الكرنت، يبقى دول سيريز. يبقى هاجي اسيب الفيفتين زي ما هي، ودول سيريز بتاعتهم بتلاتة، واضح ان دول بارلل فيتعملوا ملتبلاي على بلس 3 ملتبلاي 15 على 3 بلس 15 تطلع الاجابة 2.5. كرنت جه مشي في الاربعة، بعد كده هيجي في النقطة دي يتقسم جزء هنا وجزء هنا وجزء هنا، والتلاتة يتجمعوا هنا. الكرنت اللي مشي في السبعة هو اللي مشي في الخمسة، يبقى دول سيريز مع بعض باتناشر. الكرنت اللي مشي في الخمسة هو اللي مشي في السبعة، يبقى دول سيريز مع بعض باتناشر. طالما الكرنت اتقسم هنا واتجمع هنا
يبقى البرانش ده اللي هو فيه 12 والبرانش ده اللي فيه 12 والبرانش ده اللي فيه 3 دول برر مع بعض، يعني 1 over 12 1 over 12 1 over 3، وما تنساش بين قوسين باور نيجاتيف 1 دول هيطلعوا ب 2. يبقى هنسيب الفور اللي فوق زي ما هي وهنسيب الفور اللي تحت زي ما هي وهنشيل كل دول ونكتب 2، فواضح ان دول سيريز مع بعض، اعملهم بلس تطلع الاجابة ب10. هنيجي هنا الكرنت هيمشي كده، هيجي هنا يتقسم جزء في 12 وجزء في 5 مع ال1، فواضح ان ال5 وال1 دول خلاص دول بلس بعض ب6. الكرنت اللي جه هنا اتقسم جزء في التو وجزء في الناين، الجزء اللي جه في التو اتقسم في الاتين والاتين ودول اتجمعوا، فخلاص واضح ان الاتين والاتين دول ايه بارلل، هنعمل اتين اوفر تو واحدة على عددهم هتطلع 9. فانا هشيل الجزء ده وهحط ريزيستنس واحدة هنا بكام؟ ب9. يعني هسيب التويلف دي زي ما هي، وقلنا فوق هحط واحدة ب6 مكان دول، وهسيب الناين دي زي ما هي، وهسيب التو زي ما هي، وهسيب السيفن زي ما هي، وهحط واحدة هنا بكام قلنا؟ ب9. كده الكرنت اللي جه هنا جزء منه مشي في الاتنين والتسعة والسبعة وجزء مش في التسعة، فواضح ان الاتنين والتسعة والسبعة دول ايه سيريز مع بعض، اعمل لهم بلس يدولك واحدة بإتين. يبقى انا اشيل دي ودي ودي واحط واحدة بس بإتين. طب الإتين والناين دول بارلل، هعملهم ملتبلاي على بلس، إتين ملتبلاي ناين، إتين بلس ناين هيطلعوا 6. فانا هسيب الستة اللي فوق وهسيب الاتناشر اللي هنا واحط واحدة هنا ب6 مكان دول. الكرنت اما جه اتقسم جزء في التويلف وجزء في الستة والستة، فواضح ان الستة والستة دول سيريز لان ماشي فيهم نفس الكرنت، فهنعملهم بلس. يبقى شيل الستة والستة اعملهم بلس، يبقى 12. التويلف والتويلف دول بارلل، واحدة على عددهم تطلع الاجابة 6. يبقى انا بدأت في الجزء اللي في الاخر صغرته بقى 9، عملت الجزء ده بلس بقى 18، واشتغلت من جوه لبره زي ما بيقولوا كده. هنا كرنت جه كده اتقسم جزء في التويلف وجزء في الناين وجزء في التويلف، الجزء بتاع التويلف ده اتقسم في الستة والستة والاتناشر واتجمع هنا، الستة والستة نفس الكرنت، يبقى الستة والستة دول بلس بعض عشان نفس الكرنت يبقوا سيريز، يبقى كأنهم ب12. طب الكرنت هنا اتقسم جزء في الاتناشر اللي فوق وجزء في الاتناشر اللي تحت، يبقى هما بارلل، يبقى 12 على 2 ب6. يبقى هسيب الاتناشر اللي تحت زي ما هي، هسيب التسعة، هسيب الستة، هسيب الاتناشر، وهشيل دول واحط واحدة هنا ب6. يبقى كده الكرنت اللي مشي في الاتناشر هو اللي مشي في الستة، يبقى دول سيريز اعملهم بلاس بعض، 9 و12 هيدي معاليك كام؟ 18. دلوقتي التمنتاشر والتسعة دول بارلل لان الكرنت جيت قسم فيهم وبعد كده اتجمع في النقطة دي، هعملهم ملتبلاي على بلس، 18 ملتبلاي 9 18 بلس 9 هيطلعوا ب6. هسيب ال 12 دي هحط هنا 6 هحط هنا 6. كده الكرنت جيت قسم جزء في ال 12 وجزء في ال 6 وال 6، يبقى ال 6 وال 6 دول سيريز يبقى ب 12. كده ال 12 دول بارلل، يبقى نعملهم 12 على عددهم r على n يطلع الاجابه 6. لو تخيلنا ان الكرنت طالع من هنا فهو عدى على 3 وبعد كده هيجي هنا، هيتقسم يمين وهيتقسم شمال. خلينا في الشمال مثلا، عدى على 14 وبعد كده اتقسم في 20
وفي الفايف وفي السيرتي وتجمع تاني، يبقى الفيفتي سوري والسيرتي دول بإيتي. طيب احنا قلنا طالما الكرنت اتقسم وتجمع يبقى التوينتي دي والإيتي دي بارلل، يبقى هنعمل توينتي ملتبلاي إيتي على توينتي بلس إيتي. اللي هيطلع من دول ايه علاقته بالفورتين؟ سيريز، لان الكرنت اللي كان ماشي في الفورتين هو اللي اتقسم، يبقى دول سيريز مع بعض، كأن الفورتين كانت كده وبعدها اتقسمت لكام وكام؟ لإيتي والتوينتي. فبعد ما تجمع الإيتي والتوينتي دول بارلل اعملهم بلس مع الفورتين، دول هيطلعوا 16، اما اعمل الفورتين بلس 16 هيطلع 30. طب نيجي ناحية اليمين، الكرنت الاول اتقسم لسيرتي وتوينتي فور والتوينتي سيفن، الكرنت اللي ماشي في السيرتي هو اللي ماشي في التوينتي فور، يبقى هنعملهم بلس فبقوا 54. الفيفتي فور دي بارلل مع التوينتي سيفن زي الناحية التانية بالظبط، فهنعمل الفيفتي فور ملتبلاي التوينتي سيفن والفيفتي فور بلس التوينتي سيفن. وما الكرنت تتجمع مشي في التويلف، يبقى زي اللي فوق بالظبط، ان التويلف وبعدها الاتنين اللي هما الفيفتي فور والتوينتي سيفن، يبقى هنعمل ده بلس التويلف هتطلع برضو سيرتي. يبقى ادي السري كرنت اتقسم يمين وشمال، اتقسم حتتين، الحتتين دول سيرتي وسيرتي، وبعد ما تجمع عدى على التو، اوعى تنسى التو. طب السيرتي والسيرتي دول هيتعملوا ايه؟ هيتعملوا سيرتي اوفر تو، واللي يطلع هبلص مع التلاتة واللي يطلع هبلص مع التو، هتطلع الاجابة 20. equivalent resistance for the opposite electric circuit when connecting by electric source اللي هي البطارية او الدراي سيل ما بين نقطة A و B، يعني كأن الكرنت دخل في A وخرج من B. طيب الكرنت اتقسم للتن وهناك، يعني التن دي كده سيبها هي بارلل مع كل اللي هيطلع من هنا ده، يبقى انت خلص دي كلها وبعد كده اطلع بارلل مع التن. طيب امشي لحد ما توصل للاخر، الكرنت اللي في الفايف اتقسم، اتقسم تلات حتت، الكرنت اللي في الفايف ده اتقسم حتتين وتجمع، خلاص طالما بدأنا نجمع يبقى احنا هنا في الاخر. الكرنت اللي ماشي في الفايف دي والفايف دي هو هو، يبقى دول سيريز هنجمعهم مع بعض 10. كرنت اتقسم على التن دي والتن اللي تحت وتجمع، يبقى التن دي مع التن دي بارلل هيتعملوا 10 اوفر 2، هتطلع الاجابه كام؟ 5. يبقى انا التن اللي فوق دي سايبها زي ما هي، والخمسه دي زي ما هي، والتن دي زي ما هي، والتن دي زي ما هي، والخمسه دي زي ما هي. ادي ايه اهي عشان تبقى مركز معايا، وادي بي، الخمسه دي والعشره دي والعشره دي والخمسه دي زي ما هي والخمسه دي كمان زي ما هي. انا هشيل دول واكتب خمسه، نفس الكلام، كرنت جه هنا اتقسم عشره وعشره وكرنت مشي في الخمستين دول، يبقى الخمستين دول سيرز بكام؟ بعشر، اكتب عشره واشطب واحده فيهم، وبعد ما اتقسم اتجمع، يبقى العشرة دي والعشرة دي بارلل بخمسة. سيب العشرة دي، سيب الخمسة دي، سيب الخمسة دي، سيب العشرة دي، وشيل دول واكتب خمسة، نفس الكلام، الخمسة دي مع الخمسة دي سيرز بعشر، بارلل مع العشرة دي يبقوا خمسة. سيب العشرة دي، سيب الخمسة دي، وحط هنا خمسة. كرنت جه هنا، الخمسة والخمسة دي بعشر، برر مع العشرة دي، يبقى الإجابة خمسة. طيب المطلوب التاني هو عايز ما بين بي وسي، يعني كأن الكرنت دخل في بي وخرج من سي، يبقى العشرة دي برر مع الجزء اللي هتجمعه من فوق، برر مع الجزء اللي هتجمعه من تحت. الجزء اللي فوق العشر والخمسة دول بخمستاشر، يبقى انت عندك العشرة دي اهي، العشرة دي اهي،
وفوقها في بارل الـ15، جمع دول يا معلم يبقوا التلاتة بارل مع بعض. اما تجمعهم هيطلعوا 10، يبقى هتتعمل 1/15، 1/10، 1/10، كل ده باور نيجاتيف 1، هيطلع 3.75. equivalent resistance when the battery of negligible internal resistance. الجزء ده تفهمه ان شاء الله كمان حصتين، اعتبرها باتري وخلاص. متوصلها من اكس واي، يعني الكارنت دخل في اكس وخرج من واي. طيب اما الكارنت دخل في اكس اتقسم حتتين 7، وبعد الـ7 12 و4، يعني الـ12 والـ4 دول مالهم؟ بارل. اللي تعمله ازاي؟ ملتبلاي على بلس 12 ملتبلاي 4 على 12 بلس 4، بس اللي هيطلع منها مع الـ7 ده سيريز، هيطلع الجزء ده بتن، يعني البرانش ده بتن بارلل مع الفورتي، يعني هنعمل 10 ملتبلاي 40 على 10 بلس 40، تطلع الإجابة 8. طب قالك الباتري اتوصلت انستيد اوف السيفن ريزيستور. طب تعالى بقى نمسح كل العك اللي احنا عاملينه ده. قالك الباتري هتتركب مكان الـ7 انستيد اوف، مش بسايد، ها يعني الـ7 دي مبقتش موجودة، فال12 والـ4 بس هما اللي بقوا بارلل، وبعد ما اتجمعوا سيريز مع الـ40، يعني هتبقى 40، واحنا لما جمعنا دول اديتنا كام؟ اديتنا 8، تبقى الإجابة 3، سوري ادونا 3، تبقى الإجابة 43. واير ريزيستنس بتاعته 40، تركز في السؤال ده عشان هتلاقيه منتشر ومحتاجينه تاني الشابتر 2. ريشيبد يعني الواير ده احنا عدلناه تاني بحيث ان هو بقى رينج، لفيته في شكل حلقة اللي هي موجودة في النص دي، والباتري اتوصلت في نقطتين حوالين السيركمفرنس في شكل الدايمتر، لان خد بالك انا ممكن اوصل الباتري هنا واخرجها من هنا، فكده هي اتوصلت في نقطتين بس مش الدايمتر، زي الرسمه كده اهي، والباتري الكرنت دخل في نقطه وخرج من نقطه، وده الدايمتر يعني نصها فوق ونصها تحت. طب اما ده يبقى 48، النص اللي فوق يبقى كام ام؟ 24، والنص اللي تحت 24. عايز الايكويفالنت ريزيستنس، انا كده ال 24 اللي فوق وال 24 اللي تحت اكنهم بارل، هيتعملوا 24 على 2 تبقى الاجابه 12. امال لو كان زي الرسمه دي كان هيبقى ده التلات ارباع، الحته دي التلات ارباع والحته دي الربع، ربع ال 48 12 والتلات ارباع 36 كان هيتعملوا ملتبلاي على بلس، فكان هيبقى اجابه تانيه. ستريت واير ريزيستنس بتاعته اير ار رابد اتلف ان فورم اوف سيركلر رينج، وتوصل بتو ديفرنت واي حسب الاوبزيت فيجر، مره الكرنت دخل من هنا وخرج من هنا، ومره دخل من هنا وخرج من هنا. دول التو اكزامبلز، بس هو الفرق ان هو مديك ريزيستنس اسمها 1 ار. طيب خلينا في السهل، اللي فوق ده كام واللي تحت كام؟ اكيد هيبقى نص ار، واكيد اللي تحت نص ار، فالار توتال هنا هتبقى نص اوفر 2 اللي هي كانها ار اوفر ان يعني، فهتطلع لك ربع ار. طب هنا الحته دي ب 3 اوفر 4 ار، والحته دي بربع ار، هتتعمل 3 اوفر 4 ملتبلاي 1 اوفر 4 و 3 اوفر 4 بلس 1 اوفر 4، كده كده اللي تحت ده 1، فوق هيبقى 3 اوفر 16. هو عايز رش بقى ما بين الايكوفالنت ريزيستنس 1 على 2. طيب دي ايكوفالنت ريزيستنس 1 ودي ايكوفالنت ريزيستنس 2، يعني هو عايز 3 اوفر 16 دي 1 على كوارتر، هتطلع في الاخر الاجابة 3 اوفر كام؟ اوفر 4. واير يونيفورم كروس سكشن اريا الانتنسي بتاعته 0.1، البوتنشال ديفرنس بين التيرمينالز بتاعته 1.2 فولت، الواير بنت اتنى لشيب اوف سكوير كونسكيوتيف فيرسيز اي بي سي دي، يعني الواير اهو بدل ما كان ماشي في الكرنت 0.1 والبوتنشال ديفرنس 1.2 فولت، بقى في شكل سكوير، والفيرتسيز بتاعته اسمها A B C D. equivalent resistance of the wire هتبقى كام لو الترمينال اوف ذا سورس اتوصلوا ما بين بوينت A و C، يعني الكرنت دخل في A وخرج من C،
طيب انا الاول استفدت ايه من الفي والاي دول؟ استفدت ان انا اقدر احسب الريزيستنس بتاعته 1.1 على 0.1 هتطلع 12 اوم. طيب اما هو يتعمل في شكل سكوير، السكوير السايز بتاعته قد بعض، يبقى ال 12 اوم دي هنعملها ديفايدد 4 هيبقى كل سايد فيهم 3 اوم. اما الكرنت يدخل من ايه ويخرج من سي، يعني الكرنت اتقسم جزء فوق في التلاتة والتلاتة وجزء تحت في التلاتة والتلاتة. طب التلاتة دي والتلاتة دي سيريز، فأكنها فوق بستة، والتلاتة والتلاتة اللي تحت أكنها سيريز فبستة، ستة على اتنين تطلع الإكوفرنت ريزيستنس بكام؟ بتلاتة. طيب لو البطارية توصل من بين A و D، يعني أدي برضو السايدز أهي تلاتة أوم تلاتة أوم تلاتة أوم تلاتة أوم، المرة دي دخلت في A وخرجت من D، فكده الكرنت مشي في التلاتة دي ودي ودي، يبقوا التلاتة ده وده وده سيرز مع بعض بتسعة، بارل مع التلاتة دي، يعني أكن دي بتلاتة وأكن دول اتجمعوا مع بعض بتسعة. كده هيتعملوا أنهي طريقة؟ طريقة البارل اللي هي مالتبلاي على بلس، هتطلع الإجابة 2.25. opposite figure present part of electric circuit equivalent resistance من point A لpoint B 7. طب هو الخمسة دي مع نفسها والستة والار دول بارل مع بعض صح؟ يعني 6 ملتبلاي ار و 6 بلس ار، الاتنين دول سيريز مع الخمسة، وكل دول المفروض يدوني كام؟ يدوني سبعة. اعمل شيفت سولف هتطلع لك الار بتلاتة. in the electric circuit shown in the figure الفاليو بتاعت الار بكام؟ الفي بي دي الفي توتال، والاير اللي راجع على البطارية دي اللي هي بنسميها الاي توتال او الاي مين. طالما معاك الفي بي ومعاك الاي مين يبقى تقدر تحسب الار اكويفلنت بتاعت السيركت كلها. القانون ده خليه في بالك عشان هيفكلك مسائل كتيرة. يعني هنا ال 120 على ال 10 الاكويفلنت ريزيستنس ب 12، طب ال 8 لوحدها، وهتلاقي الار والخمسة بارل مع بعض، يعني 5 ملتبلاي ار 5 بلس ار سيريز مع التمانية، كل دول المفروض يبقوا بكام؟ بال 12 اللي انت عملتها. اعمل برضو شيفت سولف هتطلع لك الار ب 20. opposite figure represent part of electric circuit ال equivalent resistance between point x و y is 8. عايز ار بكام؟ طب هما الاتنين دول مالهم؟ الاتنين دول بارلل والاتنين دول بارلل، وده مع ده سيريز مع بعض، يعني 12 ملتبلاي ار على 12 بلس ار، ودي برضو زيها 12 ملتبلاي ار على 12 بلس ار، كل ده المفروض يبقى 8. شيفت سولف هتطلع ب 6. opposite figure present part of electric circuit قالك ال equivalent resistance من point A و B 9، عايز يعرف ال value بتاعت ال R بكام. هما التلاتة دول parallel series مع دي، يعني ال 1 over 2 R وال 1 over 6 وال 1 over 2 R برضو، كل ده باور نيجاتيف 1 مع ال R دي المفروض يديك 9. اعمل shift solve يا معلم هتطلع لك ال X او ال R يعني ب 6. نمبر اوف ريزيستور كل واحده فيهم ب 40 اوم، توصلوا مره سيريز او بارلل في الكتريك سورس الفي بتاعته ب 120، الكتريك كارنت كانت 15 امبير معديه في السيركت، فانت معاك الفي بي ومعاك الاي بتاعت السيركت، واحنا لسه قايلين الفي بي والاي مين بتاعت السيركت، يبقى انت كده بتحسب الار توتال بتاعت مين؟ بتاعت السيركت، يعني ال 120 على ال 15 يطلع لك 8 اوم. طيب عايز النمبر بتاعهم كام؟ هو بيقول لي كل واحدة باربعين والتوتال بتاعهم بتمانية، فهم كده اكيد توصلوا بارلل. ليه توصلوا بارلل؟ لان احنا قلنا البارلل بيدينا ريزيستنس اصغر من اصغر واحدة. طيب الار توتال في البارلل ار على مين؟ على ان ار توتال بتمانية الواحدة باربعين، شيفت سولف هيطلع لك الان بخمسة. الكتريك سيركت في ان هاوس كونسيست اوف الكتريك سورس البوتنشال ديفرنس بتاعته 110، فيوز ده اضعف حته في السيركت ما تقدرش تستحمل اكتر من 5 امبير، يبقى ده الاي. معاك برضو الفي بي ومعاك الاي، يبقى انت رايح تحسب الار توتال. قبل ما نكمل السؤال
يعني كده الار توتال ب 22. قال لك في اذر كومبوننت في السيركت باتنين، يعني حلو، يعني دي كده معاك كومبوننت معرفوش في السيركت، الريزيستنس بتاعته باتنين. اكبر عدد من اللمبات السيميلر اللي زي بعض، كل واحدة اتش 1 ب 620، اقدر اوصلهم من غير ما اعمل دامج للفيوز. يعني انا معايا في ريزيستنس باتنين اوم اللي هي دي، وهتنساها اكيد، هوصل اللمبات دي بارلل. ليه يا ريس؟ احنا لسه قايلين انت معاك الار توتال ب 22 والواحده ب 620، فانا عايز اقلل فيبقى ركبهم بارلل. المفروض ال 22 دي تشمل الاتنين دي، ومعاها عدد دول او الار بتاع دي يعني، والار بتاع دي ار على مين؟ على ان الار الواحده ب 620 والان معرفهاش. اعمل الايكويشن دي شيفت سولف، هيطلع لك ان هما 31 لمبه. نمبر اوف ايكوال ريزيستور متوصلين مره ان سيريز، الايكوفالنت ريزيستنس بتاعتهم 100، يعني ار توتال اللي هي ار مالتبلاي ان، ار توتال دي كانت ب 100، واما توصلوا بارلل الايكوفالنت ب 4، يعني ما توصلوا بارلل اللي هي ار اوفر ان، الار توتال دي كانت ب 4. الريزيستنس بتاع كل واحده بكام؟ طب ادي المية ايكوال ار ان، وادي الاربعة ايكوال ار اوفر ان، معانا تو ايكويشنز، هو عايز الار. اعمل التو ايكويشنز دول مالتبلاي، يعني 100 مالتبلاي 4، عملنا الناحية الشمال مالتبلاي الناحية اللي على الشمال، و ار ان مالتبلاي ار اوفر ان، ال ان تطير مع ال ان، يعني ار في ار، ار سكوير ايكوال 400. شيفت سولف الار هتطلع لك ب 20. قال لك عندي تو ريزيستور ار 1 وار 2 توصلوا بارلل، الايكويفالنت ريزيستنس بتاعتهم كانت 6، يعني ار 1 مالتبلاي ار 2، ار 1 بلس ار 2 ده كان ب 6، واما توصلوا سيريز الايكويفالنت ب 27، يعني ار 1 بلس ار 2 ايكوال 27. طيب انا هشيل الحتة دي واعوض عنها ب 27، فانت كده بقى معاك هنا 27 وادي 6. هسيب ار 1، ينفع اودي ار 2 الناحيه الثانيه وماينس، تبقى 27 ماينس ار 1، لا ماينس ار 2 سوري. طيب يبقى انا هشيل ار 1 وهكتب 27 ماينس ار 2 وانزل بار 2 زي ما هي. شيفت سولف ده هيديك ار 2 بكام؟ هتطلع لك ولتكن ار 2 ب 9، لو قمت طالع معوض هنا هتطلع لك ار 1 ب 18. عايز الفاليو بتاعت واحدة فيهم، احنا معانا 18 و9، الفاليو اللي موجودة هي 18. اوبزيت الكتريك سيركت الديفرنس، يعني الماينس ما بين الايكويفالنت ريزيستنس في حالة الاوبن وحالة الكلوز. وهو اوبن الكرنت هيمشي في الستة والستة، وهيمشي في الستة اللي تحت مش هيمشي فوق، دول سيريز مع بعض، والاتناشر دي مع الستة بارلل، يعني هتعمل 12 ملتبلاي 6 على 12 بلس 6 هتطلع 4. طب في حالة انه اتقفل يبقى الكرنت هيطلع فوق هو كمان، الستة دي والستة دي هيبقوا 12، يبقى ال 12 دي وال 12 دي والستة بارل مع بعض، 1 over 12 1 over 12 1 over 6 بين قوسين باور نيجاتيف 1، هتطلع 3 اوم. الديفرنس بين التلاتة والاربعة يعني اعملهم ماينس، هتطلع لك الإجابة 1 اوم. In the opposite circuit ratio between equivalent resistance في حالة الأوبن وحالة الكلوز، وخد بالك الأوبن فوق والكلوز تحت، هكتبها عشان ما انساهاش. في حالة الأوبن الكرنت هيمشي في الخمسة في الخمسة في الخمسة في الخمسة، يعني ب 20. في حالة الكلوز التلاتة دول بارلل، يعني ممكن اشيلهم واكتب واحدة بتن، يعني معاك هنا الخمسة دي زي ما هي، والخمسة دي زي ما هي، والخمسة دي زي ما هي، ودول كلهم بتن، وفي خمسة هنا. كرنت ماشي في الخمسة، هيجي يتقسم جزء في العشرة وجزء في الخمسة والخمسة، يعني دول بكام؟ دول بعشرة برر مع العشرة دي، يعني اكن الخمسة دي والعشرة والعشرة دي هيدوني خمسة، يبقى التوتال بتاعهم 15، 20 على 15 يعني 4 over 3. opposite electric circuit ال value بتاعت ال equivalent resistance before و after closing، عايز before الأول، before
كرنت هيجي هنا هيمشي كله في الخمسة ويخرج من العشر، مش هيعدي هناك. فكده العشر والخمسة ودي كده الإجابة 25، فهي مش هتبقى ايه ومش هتبقى دي. طب اما نقفل كده الكرنت هيتقسم جزء في الخمسة، وتعالى بقى نشوف الحتة اللي هناك دي بكام. كرنت مشي في الاتنين ونص، وهيجي يتقسم جزء هنا وجزء في الخمسة. العشرة والعشرة دي بخمسة لأن هما بارلل، الخمسة دي والخمسة دي كرنت اتقسم واتجمع فهما بارلل. فانت كده عندك العشرة دي والخمسة دي والعشرة دي، وفي هنا اتنين ونص، والخمسة والخمسة دي هتعملها خمسة اوفر تو وتطلع لك اتنين ونص. فانت عندك هنا اتنين ونص تاني. طب الاتنين ونص دي والاتنين ونص دي مالهم؟ سيريز مع بعض، سيب العشرة سيب الخمسة سيب العشرة، ودي ودي اعملهم بلاس بخمسة. الخمسة والخمسة دول مالهم، بارل ولا سيريز؟ لا الكرنت اتقسم يبقوا بارل، يبقى باتنين ونص. يبقى انت بقى عندك عشر واتنين ونص وعشر كله سيريز مع بعض، يبقى انت بتتكلم في 22.5. opposite figure from the opposite circuit through which resistor does electric current pass. current يمشي من بوستيف عدت في R1، هتيجي هنا قدامها طريق التاني التالت. طبعا ده سلك فاضي فهتمشي فيه وهتكنسل R1 R2 R3 فهتمشي في R1 only. ان شاء الله بقية الدرس هينزل في فيديوهات تانية، في فيديو لوحده بتاع البوينت ميثود، وفي فيديو تاني بتاع الكرنت ديفيجن والفولتج ديفيجن، استنوهم. ولو في حاجة مش واضحة في دول ابعتولي على رقمي على الواتساب وان شاء الله هجاوبكم. سلام عليكم.